أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم معنا في نشرة الأخبار الأخيرة نقدمها لكم مباشرة من الأولى في الرباط وتتابعون فيها. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 47 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 26 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. حزمة من الإجراءات لخفض الأسعار وضمان تموين الأسواق باللحوم الحمراء وعبر المملكة، اللجان الإقليمية تواصل عمليات مراقبة وتتبع أسعار الخضر والفواكه وباقي المواد الاستهلاكية، والنموذج نرصده من أسواق مدينة أكادير. فعالية برلمانية وحقوقية وجمعوية تعبر عن إدانتها بقوة لمناورات البرلمان الأوروبي الممنهجة ضد المغرب وتكشف عن خلفيات وأبعاد هذه الهجمات العدائية المغرضة. أهلا بكم. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مساء الجمعة بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 47 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 26 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله من السادس إلى الحادي عشر فبراير الجاري. أمين النوري، سمير بركة، فؤاد لحرش، العربي النهيري، ونورتي اللباني. لذا وصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى مكان الحفل، استعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت له التحية الرسمية، حيث تقدم للسلام على سموه كل من شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، محمد اليعقوبي ولجهة الرباط سلا القنيطرة، وشخصيات سامية أخرى. إثر ذلك توجه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى القاعة الشرفية، حيث تقدم للسلام على سموه عدد من المدعوين المغاربة والأجانب والشركاء. هي تظاهرة رياضية كبرى تجعل من الرباط عاصمة للغولف العالمي من خلال الدورة 47 لجائزة الحسن الثاني للغولف والنسخة 26 لكأس للا مريم للغولف المقامتان بنفس الفترة الممتدة من 6 إلى 11 من فبراير الجاري بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بقاعة الحفل، حيث ترأس حفل العشاء الذي أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على شرف المدعوين. هذه السنة جائزة الحسن الثاني للغولف أجريت تحت ألوان بطولة رابطة لاعبي الغولف الأمريكيين المحترفين التي تضم أشهر لاعبي هذه الرياضة عبر العالم والذين قدموا أقوى العروض بالمسالك الحمراء للغولف الملكي دار السلام، والذي يحتضن بالمسالك الزرقاء كذلك كأس للا مريم للغولف الذي يندرج ضمن محطات الدوري الأوروبي للسيدات. تظاهرة تخلد بذلك تقليدا متفردا يجمع بين جائزتين تعزز قيم المساواة والتي رسخها منذ سنة 1993 صاحب الجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه مؤسس البطولتين. وتتواصل بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط جائزة الحسن الثاني للغولف، وفيها يستمر التنافس قويا بين أبرز أبطال العالم. أما الحدث الأبرز في منافسات كأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم للغولف هو تأهل 3 لاعبات المغربيات إلى الدور النهائي الذي يجرى السبت. تفاصيل أوفى مع قائمة بالعوشي وفؤاد الحرش.
المسالك الحمراء بنادي الغولف الملكي دار السلام التي تعتبر من أشهر المسالك على الصعيد العالمي تواصلت بها منافسات جائزة الحسنة الثاني في موسمها الأول ضمن رابطة الدوري الأمريكي للاعبي الغولف. نجوم هذه اللعبة كانوا في الموعد وكانت أفضل نتيجة من تسجيل الأسترالي مارك هيسباي بست ضربات تحت. بعد مجموعي اليوم الأول والثاني من التبالي الأمريكي ستيفن أمس يتصدر الترتيب العام بتسع ضربات تحت. في جديد منافسات كأس للمريم لهذا اليوم مشاركة متميزة للغولف المغربي بتأهل ثلاث لاعبات إلى المسابقة النهائية. على مستوى المحترفات تمكنت مها الحديوي وإيناس لخالج من حجز تذكرة المرور إلى الدور النهائي بخمس ضربات فوق. وكانت المفاجأة السارة من توقيع هذه البطلة والموهبة الصاعدة البالغة من العمر 13 سنة اسمها صوفيا شريف اسقلي التي قطعت خطوات هامة نحو التميز في هذه المنافسة كلاعبة هاوية ستكون غدا حاضرة في المسابقة النهائية لكأس لالا مريم. نبقى في عالم الرياضة لكن هذه المرة مع أجواء الساحرة المستديرة بأرض المملكة المغربية. كأس العالم للأندية الذي انطلق بكل من طنجة والرباط يختتم بهما السبت بمباراتي الترتيب والنهائي. أنظار العالم تتجه صوب نهائي حارق بين بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي بطل آسيا. مباراة صعبة للطرفين ولو أن الكفة ترجح نادي العاصمة الإسبانية. الصراع أيضا بين المدربين الإيطالي كارلو أنشيلوتي والأرجنتيني رامون دياز اللذين تجمعهما سنوات من التجربة بالدوري الإيطالي لكرة القدم. في موضوع آخر وبغية تدارس الغلاء الذي عرفته أسعار اللحوم الحمراء في الفترة الأخيرة عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لقاء مع مهنيي ومستوردي اللحوم الحمراء خصص لمناقشة تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال. وكشف الوزير الوصي على القطاع أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المسجل مؤخرا عابر مبرزا أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض تدريجيا قبل حلول شهر رمضان المبارك. وفي السياق نفسه سوق الجملة بأقادير يشهد مراقبة مكثفة لتتبع أسعار الخضر والفواكه. لجان خلال جولاتها الميدانية تقف عن كثب عند مختلف الأثمنة الخاصة بالمواد الأساسية وذلك لمراقبة تموين الأسواق وضبط الأسعار. سكينة هاشيمي مصطفى ودا ونوال المهذوب. أسواق مدينة أكادير تسجل ارتفاعا ملحوظا في أثمنة الخضر بكافة أنواعها. حسب أثمنة سوق الأحد جل الخضر تسجل ارتفاعا غير مسبوق في الأثمنة منذ أكثر من شهر بما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة اليومية للمواطنين. اليوم مشيت للسوق الجملة الأثمنة كل شيء مرتفع. بالنسبة للفلفلة لقيناها 140 درهم للصندوق، البطاطا حتى هي 260 درهم للصندوق، كذلك مطيشه حتى هي 260 درهم للصندوق. كلشي هادشي ماشي في المتوالد ديال الناس، كلشي الاثمنه مرتفعه. وفي الحقيقه رمضان الواحد كيكون محتاج خضيره، كيكون محتاج الحوت، اسماك. نتمنى ان شاء الله يكون تكون الاثمنه افضل في ذاك الوقت، دابا مرتفعه فريمون مرتفعه. الارتفاع المسجل على مستوى الخضر بسوق الجملة يرجع حسب مهنيي القطاع إلى مجموعة من الأسباب، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، ضعف التساقطات المطرية والتغيرات المناخية التي أثرت سلبا على الإنتاج الفلاحي. هاد الموجة ديال البرد اللي كاينه حتى هي راه شبات، فنقصان تاع الطماطم. يعني كانت ماطيشة، يعني الناس كانوا كيجيبوا 5 الفياجات 6 في السيمانة، دابا راه اللي كثر راه كيجيب 3 الفياجات. يعني والأمراض كثرت بزاف، و لانجري حتى هو راه تضاعف
الى ثلاثه اضعاف او اربعه اضعاف. القضيه ديال الغلاء راه كتكون هي المعروفه في المغرب عندنا حنايا في هاد الشهرين ديال البرد كما كنقولوا شهر واحد وشهر جوج هو فاش كيكون الغلاء. انا على ما اظن وكان كيف صيفطنا كان مثل التجار كيف لي الحمد لله من هنا ل 20 يوم راه غادي يكون الاكتفاء الذاتي الكامل والناس ما يخافوش في رمضان راه مطيشه موجوده الحمد لله. هنا بسوق الجملة للخضر والفواكه بإنسكان تم الوقوف فجر اليوم على وضعية أسعار الخضر والفواكه، كما قامت لجان التتبع والمراقبة بتكثيف المراقبة في مجال احترام الأسعار والاحتكار ومعايير الجودة. وهنا في هذا الإطار هذا كان سهروا جميع وكان وقفوا على جميع عمليات البيع أنها تمر في ظروف سليمة وأنه تكون البيع مباشرة ما بين المنتج والمستهلك باش نقطعوا الطريق على الجميع اي الوسطاء وكل ما من شأنه ان يمس بسلامه هذه العمليه هذه. تم تكثيف عمليه المراقبه والتعبئه ديال اللجان ديال المراقبه المختلطه اللي كتضم مجموعه من المصالح المختصه اللي قامت بمجموعه ديال الجولات وكتفتها واسفرت هذه العمليه خصوصا على ضبط لحد الساعه في هذه اليومين هذه مستودعين ديال الادخار السري وتم اتخاذ الاجراءات حق المخالفين. من اجل التصدي لموجه غلاء وارتفاع اثمان بعض المواد الاساسيه كالخضر والفواكه تم تفعيل التدابير الراميه الى رصد ومواجهه الاختلالات التي قد تطال اسعار وجوده المواد الغذائيه الاساسيه حفاظا على القدره الشرائيه للمواطنين. تصر مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي على استهداف المملكة المغربية بلعب الأسطوانة المشروخة لحقوق الإنسان، هذه الحقوق التي تكال عندهم بمكاييل متعددة. المملكة المغربية لا تقبل أن تكون موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي، لذلك قررت المؤسسة التشريعية ببلادنا إعادة تقييم علاقاتها مع البرلمان الأوروبي. حفيظ الهواري وعبد الحنين الجميعي. المملكة المغربية ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك للبرلمان الأوروبي وليست حتى في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا تقبل المملكة المغربية أن تكون موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي. فعلاقات الشركاء ينبغي أن تتأسس على الوضوح والثقة والاحترام المتبادل لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء. إننا فيما يرجع إلى سلوكات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي إزاء التأسيس لتقاليد جديدة من التدخل في الشؤون الداخلية، تدخل نعرف ما الذي يحركه، لا تحركه لا المبادئ ولا القيم ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها وتحركه اللوبيات التي ازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة. فالحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمان الأوروبي تواصلت باحتضان مجموعة معزولة من البرلمانيين الأوروبيين لواحدة من دعاة الانفصال والإرهاب في قلب المؤسسة الأوروبية، وترفض في نفس الوقت استقبال ضحايا مغاربة والاستماع إليهم، فالمكاييل متعددة وتفوح منها رائحة الغاز والنفط. المملكة المغربية ذات سيادة منذ قرون، طبعا ترفض اولا بشكل قطعي ما يروج حول موضوع حقوق الانسان، والعالم يعرف يعني التطورات اللي عرفت هذا القضيه حقوق الانسان المجهود اللي دار. النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه، استعداء يستهدف التموقع الدولي للمملكة المغربية وصعود اقتصادها ومكانتها الدولية والقارية. المغرب دولة مؤسسات ودولة الحق والقانون، وله ديمقراطية تمارس عن طريق الأحزاب والنقابات من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وهذه الأحزاب لا تقل عراقة وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية. اليوم تتعبأ كل مكونات البرلمان للدفاع عن قضيتنا العادلة اللي هي قضية الصحراء المغربية، ثم للدفاع عن مجال حقوق الإنسان. اليوم نستشهد بالمكتسبات وبالرصيد المتراكم الذي حققنا في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام بلادنا لكل المواثيق الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان في مملكتنا المغربية الشريفة.
وهذه الديمقراطية تواكبها وتراقبها صحافة الحرة، والمراقبون بمن فيهم الأوروبيون يدركون تفرد النموذج المغربي في المحيط الإقليمي، وهذه الصحافة بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال في المساهمة في صناعة الرأي العام. الورقة الحقوقية التي أراد البرلمان الأوروبي استعمالها واستغلالها لمحاولة تضييق على المغرب ولمحاولة ضرب المغرب هي ورقة بالنسبة لهذا البرلمان نعتبرها في المغرب وليس من باب المزايدة، هي ورقة متجاوزة بفعل تراكم الحقوق الذي قام به المغرب وبفعل كذلك الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أنجزها المغرب منذ تعرضت إلى الآن. هذه الهجمات الممنهجة والإدعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة، لذلك لن يتوانى البرلمان المغربي بغرفتيه وجميع القوى الحية بالبلاد في فضح توظيف البرلمان الأوروبي المغرض لقضايا حقوق الإنسان واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب. عندنا هالاتفاقية ديال الشراكات وعندنا النظام الداخلي ديال البرلمان الأوروبي، أي حاجة كتبغي تناقش كاين أدوات ديالها. اليوم ما كاينش احترام الاحترام ديال القواعد لا القانونية ولا اللي كاينة في الاتفاقات اللي كاينة عندنا مع البرلمان الأوروبي. لذلك أعلنت المؤسسة التشريعية للمملكة المغربية عن قرارها إعادة النظر في علاقاتها مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب. هذه المواقف التي تتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين. وطبعا هذا التقييم الشامل غادي تكون فيه واحد لجان موضوعاتية، هذه لجان موضوعاتية تكون فيها واحد اللجنة ديال التقييم اللي هي مهمة جدا اللي غادي تشوف هذا الإطار القانوني، وغادي تكون يعني كذلك فيه لجان أخرى يعني تيماتيك، واللي من بعد يعني غادي يكون فيه هذا التقييم غادي يكون عنده واحد النتائج. وسلوك البرلمان الأوروبي مناقض أيضا لروح الشراكة المغربية الأوروبية، وهي شراكة في قضايا استراتيجية مثل مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة والاختلالات المناخية والسلم، وكلها قضايا تتطالع فيها بلادنا بأدوار محورية. ودوليا، حصيلة مؤقتة ترتفع ساعة تلو الأخرى لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الاثنين الماضي تركيا وسوريا، أزيد من 22 ألف قتيل في الوقت الذي واصل فيه رجال الإنقاذ وفي أجواء البرد الشديد جهودهم بحثا عن ناجين محتملين بعد مرور 5 أيام على أكبر كارثة تضرب المنطقة منذ قرن. وعلاقة بالموضوع، تتدفق المساعدات الإنسانية الدولية على المنطقة، لكن وصولها إلى سوريا التي يخضع نظامها لعقوبات دولية يبقى أكثر تعقيدا، خاصة مع تأثر طرقات معبر باب الهوى الوحيد بفعل الزلزال. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق الجمعة عن مساعدة إضافية بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز جهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا. نعود إلى الخبر الوطني من تطوان، التي احتضنت فعاليات المحطة الأخيرة لملتقى الجامعات الإسبانية في دورته 7، والذي يعرف مشاركة 22 جامعة إسبانية، وذلك لمنح الفرصة للطلاب من أجل استكشاف عروض التعليم العالي المتنوع بالضفة الأخرى والتي تتوافق مع رغباتهم المستقبلية لمسارهم الدراسي. فالنشاكر العلوي، عبد العالي جنوني، ونوردين أملال. الاطلاع على مقترحات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الإسبانية أتاحته 7 نسخ ملتقى الجامعات الإسبانية للتلاميذ والطلبة بتطوان في آخر محطة لهذا الملتقى التربوي بالمغرب بعد الدار البيضاء والرباط، والذي يعد مناسبة لتقريب المعلومات الخاصة بالتوجيه من عموم المتعلمين الراغبين في استكمال مسارهم الدراسي خارج الوطن وباللغة الإسبانية. تم إعطاء انطلاقة الدورة 7 للجامعات الإسبانية بمؤسسات بيلار بتطوان. هذا الملتقى الذي تم تكريسه يتيح فرصة للتعرف على إمكانيات والتخصصات والشروط التي تمكن التلميذات والتلاميذ المهتمين والذين هم في طور بناء مشروعهم الشخصي على أخذ مجموعة من المعلومات من أجل اتخاذ القرار التربوي والتوجيه. celebrando la séptima feria
نحن هنا في الدورة السابعة لملتقى الجامعات الإسبانية في المحطة الأخيرة بتطوان. حضر هذا المعرض عدد كبير من الطلبة الراغبين في إتمام دراستهم في إسبانيا، وهي فرصة أيضا لتقديم معطيات في هذا الخصوص. الملتقى السابع للجامعة الإسبانية بتطوان يعرف مشاركة 22 جامعة إسبانية بما يساهم في منح معلومات عن هذه الأخيرة عن قرب للطلبة والمهتمين بالدراسة بإسبانيا والذين يريدون التعرف على أدق تفاصيل الحياة الطلابية والآفاق الممكنة لمسارهم الدراسي بهذه الجامعات. المعرض كيقدم بزاف ديال العروض ديال الجامعات، وحنا كنحاولوا باش نوجهوا الطلبه باش يقراوا في اسبانيا في مختلف الشعب، وهذه عاوتاني كنطمحوا باش نوصلوا لهم المعلومات اللي غتفيدهم في مسارهم الدراسي المستقبلي. جينا هنايا كيعرضوا لنا الجامعات على كيفاش دايره الحياه في المدينه ديال الجامعه، وكيقولوا لنا كيفاش كدايره الحياه ديال الطالبين والتعليم، وفي الصراحه هادشي كيفيدنا بزاف، وحنا كيعجبنا نجيو لهاد المعارض حيت كنستافدوا منهم بزاف. ملتقى الجامعات الإسبانية في دورته السابعة يختتم فعاليته بتطوان بعدما ساهم في منح الآلاف من الطلبة الشغوفين باكتشاف آفاق الدراسة بإسبانيا المعلومات الكفيلة بتمكينهم من رسم رؤية واضحة عن الوجهة الأفضل لهم ولاختياراتهم المهنية التي يصبون إليها مستقبلا. أنغام فيتنامية عنوان العرض الفني الذي احتضنه مسرح محمد الخامس بالرباط. العرض الفني ينظم احتفالا بالسنة الفيتنامية الجديدة، واحتفاء أيضا بالتطور الكبير الذي تعرف العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. عبد المجيد حلاوي وياسين مرافق. في الستينيات من القرن الماضي بدأت العلاقات بين المغرب وفيتنام، وقد تطورت هذه العلاقات بافتتاح سفارة مغربية بفيتنام قبل 14 عاما. العام الماضي عرف أنشطة مكثفة في المجالات البرلمانية والتجارية والقضائية، وهو الجانب الثقافي يأخذ نصيبه من خلال زيارة مجموعة فنية من فيتنام أحيت السنة الفيتنامية الجديدة. Le nouvel an lunaire ou bien la fête du Tet du Vietnam. السنة الفيتنامية الجديدة فرصة للقاء بين كل الفيتناميين، وهي فترة لتجمع كل أفراد الأسرة وتبادل الزيارات والتهاني، وهي أيضا بداية الربيع والأعمال الفلاحية بالحقول. كاين المجتمع المدني من قبيل هذه المؤسسة اللي هي الجمعية ديال الصداقة المغربية الفيتنامية اللي كتدعم الجهود ديال الدبلوماسية ديالنا الرسمية، وجميعا نعمل ونضاعف الجهود من أجل تبادل زيارات وكذلك تبادل المعطيات والتجارب والخبرات مع هذا البلد الصديق اللي عنده مكانته كثير في جنوب شرق آسيا، واللي من المؤكد أن علاقتنا معه إن شاء الله غادي تزيد في الطراد وغادي تقوى لما فيه صالح الشعبين والبلدين الصديقين. هذا العرض الفني هو فرصة لاكتشاف خصوصيات الثقافة الفيتنامية من خلال الموسيقى والرقص التقليدي والعصري، إضافة إلى مسرح محمد الخامس بالرباط أمسية مماثلة برمجت مساء الجمعة بمسرح محمد زفزاف بالدار البيضاء. اللحظة مشاهدينا نتوقف عند جديد حالة الطقس في بلادنا مع لبنى بن رامي. أهلا بكم. من المرتقب أن يبقى الطقس باردا بالمناطق الأطلسية بالشرق والجنوب الشرقي مع تكون الصقيع محليا. أمطار ضعيفة ومتفرقة ستهم غرب الواجهة المتوسطية، السهول الأطلسية الشمالية، كذلك مرتفعات الأطلسين الصغير والكبير، منطقة سوس والمناطق المجاورة للأطلس. ثلوج منتظرة بالقمم الأطلسية. بالنسبة لدرجات الحرارة ستصل مقاسها إلى 21 درجة بالدار البيضاء، 20 درجة ستسجل بالرباط، 23 درجة ستسجل بمدينة أكادير وأيضا بالعيون، 21 درجة مرتقبة بالقويرة.
أما حالة البحر سيكون كثير الهيجان بالسواحل المتوسطية ما بين سبتة والحسيمة، سيكون قوي الهيجان بسواحل البوغاز، هائج إلى كثير الهيجان ما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأطلسية. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء. ختاما مشاهدينا، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 47 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 26 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. حزمة من الإجراءات لخفض الأسعار وضمان تمويل الأسواق باللحوم الحمراء، وعبر المملكة لجان الإقليمية تواصل عمليات مراقبة وتتبع أسعار الخضر والفواكه وباقي المواد الاستهلاكية، والنموذج تابعناه من أسواق مدينة أكادير. فعالية برلمانية وحقوقية وجمعوية تعبر عن إدانتها بقوة لمناورات البرلمان الأوروبي الممنهجة ضد المغرب، وتكشف عن خلفية وأبعاد هذه الهجمات العدائية المغرضة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.